امرتهم اتكلم قولوا لي شويه هدوء عشان نتكلم نسمع بعض. وتاني باكد لو سمحتوا مش عايز حد يقف يعطل رؤيه لحد. لا كده خلاص انا شايفك كويس قوي. الفاضلات والافاضل ممثلي وسائل الاعلام، اهلا بكم في مقر حملتنا الانتخابيه. ابناء مصر العظيمه المصريين المصريات من كل الفئات والتيارات وفي كل بقعة من أرض الوطن وخارجه، أهنئكم جميعا بالانتخابات التاريخية الحرة التي شهد لها الجميع. انتخابات رئاسية هي الأولى من نوعها، قررتم خلالها أن مصر لن تعود إلى الوراء. لقد أصر شعب مصر رغم كل المصاعب أن يمضي إلى الأمام وأن يدهش العالم بقدرته على تخطي الحواجز لكي يبدأ عصرا جديدا. إنني أشكر كل مصري منحني صوته وأعتبر صوته دينا في عنقي. أشكر كل ناخب، أشكر ناخب كل ناخب منحني ثقته. أشكر كل أسرة مصرية استجابت لندائي، كل أب، كل ابن، كل أم، كل ابنة. أشكر كل من شارك من أبناء مصر في حملتي الانتخابية. أشكركم جميعا وأعدكم بأن أكون عند حسن ظن تلك الثقة. لقد استجبتم لندائي وقلتم معي أن مصر للجميع، لا إقصاء لأحد، لا إقصاء لأحد، لا إبعاد لأحد. من حق الجميع أن يكون له نصيبا في هذا الوطن، من حق الجميع أن يشارك. وإذا كنت قد عانيت شخصيا من محاولات الإقصاء، وإذا كان المصريون جميعا يريدون أن يبنوا وطنهم وأن يتفرغوا للبناء لا الانتقام، فإنني أعتبر أن الرسالة التي قالها المصريون في هذه الانتخابات هي مصر للجميع، نبني لا ننتقم، نتشارك لا نتخاصم. ومن ثم فإنني أتعهد الآن ولكل المصريين، سنبدأ عصرا جديدا، لا عودة للوراء، لن نعيد إنتاج ما سبق، ما فات قد فات، ما كان لن يعود، لن نتحارب بل نعمل معا. لا مكان لإعادة إنتاج نظام سابق، لقد تغيرت مصر ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود للوراء. لا خصومة لي مع أحد، أمد يدي للجميع من أجل بلد يحتوي الجميع. لقد شهدت مصر انتخابات غير مسبوقة لا مثيل لها، لم يكن لها أن تتم لولا ثورة مجيدة قام بها الشباب المصريون في 25 يناير. تحية إلى هذه الثورة العظيمة وعهد. لقد شهدت مصر انتخابات غير مسبوقة لا مثيل لها، لم يكن لها أن تتم لولا ثورة مجيدة قام بها الشباب المصريون في 25 من يناير. تحية إلى هذه الثورة العظيمة وعهد بأن نخلص لندائها الذي طالب بالعدل والحرية. لم يكن لهذه الانتخابات أن تتم لولا شهداء مصريين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. تحية إلى ذكراهم العطرة وعهد
بأن تعود إلى ذويهم كل الحقوق الواجبة، وأن نخلص لسيرتهم، وأن نلقن أبنائنا في المدارس القيم التي ضحوا من أجلها بأغلى ما يملكون. وهل بعد الروح غل؟ لم يكن لهذه الانتخابات العظيمة أن تتم لولا قوات مسلحة وطنية يؤمن بدورها كل المصريين. تحية متجددة إلى جيشنا العظيم الذي وعد وأوفى ونظم ورعى وحمى انتخابات لم يسبق لمصر أن عرفتها، وها هو يؤكد من جديد دوره التاريخي، يرعى التحول الديمقراطي كما رعى وساند ثورة 25 يناير. لقد تنافست في هذه الانتخابات مع شركاء لا خصوم، سعينا جميعا إلى أن نحقق لمصر ديمقراطية تعطشت إليها. اختلفت رؤانا، تعددت مناهجنا، تلك هي طبيعة الديمقراطية. كلنا تقدمنا للشعب، وقد اختار الشعب من يرى أنه سيحقق له ما يريد، ولم تزل لكلمة هذا الشعب العظيم بقية، سوف نعرفها جميعا في نهاية الجولة الثانية من السباق الديمقراطي، حين يختار الشعب رئيسه الجديد، رئيس الجمهورية الجديدة. وفي نهاية الجولة الأولى من هذا التنافس الانتخابي، تنافس لم يكن صراعا، أتقدم بالشكر والتحية إلى كل من شاركوني فيه، إلى الأستاذ حمدين صباحي المنافس الصلب، والجيل الحيوي المدني والعصري الذي يعبر عنه، والحملة التي التفت حوله، وإلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الطبيب والسياسي المرموق، والفئات المجتمعية التي وضعت ثقتها فيه، والشباب الذي سانده، إلى الأخ والصديق السيد عمرو موسى الدبلوماسي المصري العلامة، والمصريين الذين ساندوه ووجدوا فيه كل قيمة مميزة، إلى الأستاذ الدكتور سليم العوة المفكر المستنير والمرشح عف اللسان، والذين يؤمنون بأفكاره ورؤاه، وإلى الأستاذ المستشار هشام بسطويسي القاضي المحترم مرشح حزب التجمع، الحزب اليساري المناضل والمستنير، إلى الأستاذ الفاضل المناضل المدافع عن حقوق العمال المرشح الشاب الأستاذ خالد علي، وإلى كل الشركاء الآخرين، إلى الأستاذ الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وشريكي في الجولة الثانية من هذا السباق. لقد اجتهدنا جميعا من أجل هذا البلد، ولكل مجتهد نصيب. وإذا كان من طبيعة المعارك الانتخابية أن تثير الصخب والغبار، فإنها حين تنتهي ويهدأ الغبار لا تترك وراءها إلا الهدف الذي سعينا جميعا لتحقيقه، هدف أن نخدم هذا البلد. نترك وراءنا بعد تلك المعارك الانتخابية كل ما شهدته وفرضته طبيعة التنافس، لا يبقى إلا الاحترام المتبادل والتقدير العميق لكل المصريين. إنني أمد يدي إلى كل الشركاء، أتعهد بأن نعمل سويا من أجل مصر، مصر التي أصر على أنها للجميع، من فاز في الانتخابات ومن لم يوفق، من يتنافس في الجولة الثانية ومن لم تتح له ذلك. شعب مصر العظيم، المصريات والمصريين، في بداية برنامج الانتخابي المعلن في الجولة الأولى من الانتخابات، تعهدت بالأمن
ملايين من أصواتكم قالت أنكم تريدون ذلك وترفضون أن يغرق بلدنا في الفوضى. عهدي قائم بأن أعيد الأمن وفق القانون، قانون نحترمه جميعا ويطبق على الجميع وبآليات تحترم حقوق الإنسان وحرياته. تعهدت بالاستقرار، ملايين من أصواتكم قالت أنكم تصرون على ذلك لكي نبدأ جميعا بناء البلد وإعادة إحياء اقتصاده. عهدي قائم لكم بأن يكون الاستقرار هدفا ومقصدا لكي يطمئن الجميع ولكي يعمل الجميع ولكي تتحقق العدالة الشاملة والتنمية المتوازنة. تعهدت لكم بالعدل الاجتماعي، المصريون جميعا طالبوا بذلك في ثورة 25 من يناير، وملايين الأصوات في الانتخابات قالت أنها تريد ذلك، قالت ذلك لي ولغيري. عهدي بالعدالة الاجتماعية قائم لا تنازل عنه. أتعهد بنظام تأمين صحي شامل مهما بلغت التكلفة. أتعهد بنظام تأمين اجتماعي يستفيد منه كل المحتاجين. أتعهد بتنمية في كل أنحاء مصر تستفيد منها كل الطبقات. أتعهد بتطوير شامل في التعليم. أتعهد بخدمة صحية مقبولة. أتعهد بوسائل نقل محترمة. أتعهد بأن لا أغمض لي جف إلا وأنا أعمل طوال الوقت من أجل حل أزمة البطالة وتوفير فرص العمل. كل هذا لن يتحقق بدون استقرار، لا استقرار بدون أمن. شعب مصر العظيم، المصريات والمصريين، يعتقد البعض أن علينا الآن أن نعقد صفقات انتخابية وأن نبني التحالفات السياسية لكي نحقق الفوز في هذه الانتخابات. كما قلت وأنا أمد يدي لكل المصريين، أقبل الحوار مع كل السياسيين من كل التيارات. في نفس الوقت أصر على التحالف مع الشعب، وأدعوكم جميعا لأن نعقد الصفقات مع الناس. لا نسعى لحكم من أجل سلطة ولكن من أجل أن نخدم الناس. لا نسعى إلى رئاسة من أجل مكانة، ولكن لكي نقود مصر إلى عهد جديد. إنني أدعوكم جميعا إلى أن نعقد صفقة مع الشعب. لن تتحقق هذه الصفقة بدون الإخلاص للوطن. لن تتحقق بدون الإخلاص لأهداف ثورة 25 يناير. لن تتم بدون أن تكون مصر للجميع لا استثناء ولا إقصاء. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونعد على العمل ما نسوي إن شاء الله. حيث كده هكمل فقرة صغيرة، معلش فقرة صغيرة، شقرة صغيرة. شعب مصر العظيم، شعب مصر العظيم، شابات وشباب مصر، أتوجه إليكم تحديدا في هذا الجزء من كلماتي، مؤكدا على إنصاتي وتفهمي لكل ما يموج بينكم كلكم، الحالم والغاضب، الطموح والمحبط، العاطل والعامل، المسلم والقبطي، الليبرالي والإسلامي واليساري، ومن يفكر من بعيد، شباب كل الأحزاب، ومن لم ينضموا إلى أي كيان سياسي، أعضاء ائتلافات الثورة، أبناء حركة 6 أبريل، شباب الألتراس والذين يريدون مراكز شباب محترمة، كلكم، لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وقد تعهدت وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أيديكم.
هذه الكلمة هي عهد، وحيث أنها عهد فسوف أعيدها أمامكم. شباب كل الأحزاب، ومن لم ينضموا إلى أي كيان سياسي، أعضاء ائتلافات الثورة، أبناء حركة 6 أبريل، شباب الألترس الذين يريدون مراكز شباب محترمة، كلكم لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وقد تعهدت وأتعهد مرة أخرى أمامكم جميعا بأن أعيد ثمارها إلى يديكم، وأن يكون لكم موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة. أتوجه إليكم وأؤكد لكم أنكم سوف تجدون في كل خطوة أقوم بها مكان لكم. أتعهد لكم بفرص العمل، أتعهد لكم بجودة التعليم، أتعهد لكم بتوفير السكن والرعاية الصحية. سنكون على قدر الأحلام بإذن الله. سيكون مصر وطنا أفضل لأمة عظيمة وجيل يستحق. شعب مصر العظيم، المصريات والمصريين، إنني فخور بثقتكم التي أهلتني لأن أكون شريكا في الجولة الثانية من تلك الانتخابات الرئاسية التاريخية، وأطلب منكم أن تواصلوا صناعة التاريخ، وأن تؤكدوا مشاركتكم في الجولة الجديدة من التصويت. وأدعو كل المصريين الذين لم يشاركوا إلى أن يمارسوا حقهم الانتخابي. إذا كنت قلقا، هذا هو الواقع، أثبت لك أنه ليس عليك أن تخاف. إذا كنت محبطا، ها هي الجولة الأولى من الانتخابات تثبت لك أن هناك أمل بإذن الله. لهذا أدعوك مجددا وأدعوك مجددا أن تشاركوا في صناعة مستقبل مصر، دولة عصرية، دولة آمنة، دولة متجددة، جمهورية جديدة، نظام حديث، مصر للجميع، مصر التي لا تبعد أحدا ولا تقصي أحدا. تلك هي الصفقة التي أعرضها على الشعب الكريم، وهذا هو التحالف الذي أريد أتمنى بنائه بنجاح مع كل الناس، بمشاركة كل من يريد، وبمشاركة كل من أمد له يدي، وبمشاركة كل من يستجيب. أتمنى على الله أن أكون قد نقلت صورة مما يدور في ذهني حاليا، صورة تآخي كامل. أتمنى أن يدفعنا إلى أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، وأثق في الله تماما، وأثق في شخصي وفي نفسي أنني سوف أقوم بتلك المهمة على أحسن ما يكون إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى لي المسؤولية. تمنياتي بالتوفيق إن شاء الله إلى الأحسن بإذن الله. تفضل. تفضل. ممكن نستمع لعدد بسيط من الأسئلة، بس الصوت يتيح لنا كده. أنا خدت سؤال خلاص. حاضر. هو إيه الحكاية؟ اشمعنى هنا؟ تفضل يا فهد. نسمع يا جماعة سوا لو سمحتوا. لو سمحتوا يا جماعة،
ممكن نأجل شوية الكلام لغاية ما خلص؟ أيوة فضل. الجزء الثاني من السؤال انا اشاركك فيه الرأي تماما، اما الجزء